السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. معاك كابتن أبو نور، كلكم منورين القناة عندنا والناس المشتركة معانا. تحياتي ليكم دايما وكل عام وانتم بخير، بكرة بإذن الله ورمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، بنهني الناس كلها، كل الناس يعني مشرفينا ومنوريننا على القناة بتاعتنا. تحياتي لكل المشترك معانا والكل متابع معانا، وكل واحد بيقول كلمة الله ينور، وكل واحد بيقول كلمة استمر. تحياتي ليكم جدا وشكرا لدعمكم للقناة بتاعتنا. النهاردة يا جماعة معانا طبعا اتوس اللي كنا اتكلمنا عنه امبارح، كلب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبه يا رب. اتوس كلب روت عمره 7 شهور، زي ما قلنا كان جاي شخصيته ضعيفة جدا، ما كانش فيه طاعة، ما كانش فيه اوامر، الكلب ما كانش فيه شراسة خالص، كان ساعة الشراسة بيقعد يحط ديله تحت منه، وكان خايف جدا وجبان جدا. اتوس طبعا دربناه، خد معانا شهر، واخد الكورس بتاعه طاعة وحراسة انجليش، تمام، بقى تمام التمام. صاحبه النهارده بيستلمه، والاستاذ ابراهيم طبعا مع صاحبه كان حاضر تسليم الكلب، وكان شاف شخصية الكلب عاملة ازاي، ودلوقتي شاف شخصية الكلب عاملة ازاي تاني. فالحمد لله يعني ربنا يبارك لصاحبه فيه. الكلب عدى مراحل كتيرة بالنسبة للطاعة والحراسة والحاجات دي كلها، ووصل لدرجة بسم الله ما شاء الله الكلب عنده شخصية قوية خالص. فالأستاذ إبراهيم بيستلمه بقى النهاردة نيابة عن الأستاذ صاحب الكلب، فهو هيتكلم. الكلب كان جاي قدامه إيه ودلوقتي بقى إيه، وربنا يبارك لهم فيه يا رب. والله بصراحة الكلب كان جاي ما بعرفش حاجة خالص، والله ينور بصراحة الشغل حاجة جميلة خالص يعني، الله يبارك له. تمام أبو نور، تمام أبو نور، إيه رأيك في صحته؟ تمام والله، بتكلم هو بصحة الكلب إيه؟ 10/10 بجد؟ 7/10 طبعا يا جماعه الحمد لله الكلب طلع بسم الله ما شاء الله صحته كويسه، ما فيهوش اي مشاكل. الكلب ما نزلش معانا يعني للدرجه اللي بتبقى الناس متخيله ان الكلب ممكن ينزل في التدريب. الحمد لله ربنا يبارك لصاحبه فيه، شخصيته قويه، والكلب كان عليه رعايه بسم الله ما شاء الله. طبعا وصلنا بيه للدرجه اللي احنا محتاجينها واكتر كمان. وصاحبه حتى لما شاف الكلب النهارده وشاف الفيديو اللي احنا نزلناه امبارح، ما كانش متخيل ان هو ده كلبه والدرجه اللي احنا وصلنا لها معاه. فربنا يبارك له فيها يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.